في اهتمام كبير بالحساب الذهني او اليو سي ماث، واللي بيساعد الطالب على انه يحل مسائل حسابيه بمهاره وسرعه كبيره، وده اللي حققه مارك نادر فتحي اللي حصل على المركز الاول على مستوى العالم في مسابقه يو سي ماث العالميه، واللي نظمتها او اتنظمت في دوله ماليزيا، وبتستهدف تشجيع الطلبه على اتقان المعرفه في الرياضيات وتطور المهارات وتطويرها كمان، وانهم يقدروا انهم يحلوا مسائل حسابيه ويطبقوا المفاهيم الرياضية. على الهاتف معنا مارك نادر الفائز بالمركز الأول عالميا في مسابقة الحساب الذهني أو اليو سي ماث في ماليزيا. صباح الخير عليك يا نادر، وأهلا بيك، منورنا. صباح الخير يا مصر. صباح النور. صباح النور عليك يا مارك. قول لنا الأول، عايزين نعرف إيه هي تفاصيل مسابقة يو سي ماث؟ يعني إيه يو سي ماث؟ الفكرة بتاعة المسابقة قايمة على إيه؟ يعني إدينا فكرة كده، وجهة نظر عامة عن الموضوع. اليو سي ماث دي برنامج بيخليك ما تستخدمش الآلة في أي مسألة حسابية خالص. هي كلها تحسبها في دماغك، بس الشرط بيبقى فيه ليفلات وخطوات أنت لازم تعدي عليهم كلهم لغاية ما توصل إن أنت توصل للعالمية. لازم تدخل المصرية الأول، ولازم أصلا تخلص الليفلات عشان يبقى مستواك، عشان في ليفلات زي ليفلات اليو سي ماث ادفانس، وفي ليفلات كبيره برضو، فلازم انت تعدي عليهم كلهم عشان تعرف انت ازاي اصلا بتعرف تستخدم الابيكاس. الابيكاس هو ده عداد اليو سي ماث اللي انت المفروض لازم تبدا بيه عشان المسائل ما تتلخبطش معاك. بعد كده شويه بشويه هتعرف تحله بدماغك، وبعد كده لما تدخل مسابقه مصر بتفتح لك بقى. لازم الاول تدخل مسابقه مصر عشان تدخل المسابقه العالميه. فالسنين اللي فاتت ما كانش فيه العالميه بسبب كورونا، لكن دلوقتي فيه، ودخلنا انا واصحابي الحمد لله واخدنا المركز الاول. يا مارك ازيك الاول؟ الحمد لله. مبروك عليك. الله يبارك فيك. قول يا مارك الاول، قبل ما نبتدي بقى نعرف تفاصيل عن اليو سي ماث، انت عندك كام سنه وفي سنه كام؟ انا عندي 11 سنه وفي جريد 6. في جريد 6، انت في القاهرة ولا من برا القاهرة؟ لا انا من برا القاهرة، انا في بني سويف. تمام. انت بقى الماث اللي انت بتاخده في الفصل او في الكلاس مختلف عن الطريقة الحسابية اللي بتعملها في يو سي ماث؟ انا عارفة ان الاسلوب بتاع الحسابات مختلف. انا شاطر، ايوه فعلا في الماث، والاسلوب بتاع الماث بيختلف، بس الميس الماث برضو بيساعدني ان انا اعمل حاجات بسرعه ومركز فيها، بس انا الميس بتقول الخطوات، بس انا بعملها الخطوات اللي هي بتاعت الماث. لازم الخطوه يبقى عليها درجه او نص، فلازم بقى اعملها بالخطوات. فالميس الماث بيساعدني عشان لو الوقت كان مسدود ان انا احل المسائل دي بسرعه وكمان بالخطوات. اكيد وطلعتها. يعني اهالينا في الصعيد اكيد مبسوطين منك جدا، واضح ان في جهد. قلت ان انت كنت فريق، يعني ما كنتش لوحدك، كنتوا كام واحد؟ كانت مسابقتين. المسابقه الاولى كانت فرديه، كنا 47 واحد في مصر، والمسابقه الثانيه كانت جماعيه، كانوا تيم اربعه، انا ولؤي وحمزه وزياد، كنا احنا الفريق الاربعه اللي مثلنا مصر، والحمد لله خدنا في الجولد. حلوة قوي. طيب مارك، انت في ليفل كام في اليو سي ماث؟ انا عارفه ان الكورس او الليفل الواحد بيقعد قد ايه، 3 شهور تقريبا ولا اكتر؟ 3 شهور بس. انا عديت الحاجات دي ودخلت في ماستر. الماستر ده اللي هي بيبقى اعلى من الليفلات شويه، تبقى كانها بقى قربت تدرس. يعني انت عديت المرحله اللي هي من ليفل تتحرك للي بعده، وكده وصلت بقى للماستر. اخر حاجه في الماستر ماستر 5، وكده اكون خلصت الليفلات كلها، بس المسابقات مستمرة. يعني انت هتفضل مكمل فيها حتى وانت خلاص قفلت الجيم يعني؟ تمام. قول لي انتوا كنتوا كام دولة مشاركة في البطولة دي في ماليزيا؟ يعني مصر كانت داخلة مع كام دولة، والتصفيات النهائية كان فيها كام دولة تحديدا؟ لما دخلنا كنا 75 دولة منهم مصر، والتصفيات كانوا الدول القليلة، بس أنا ما عرفتش عندهم، هم كانوا الدول القليلة في الورلد كاب، والحمد لله إحنا خدنا الجولد. أبرزهم يعني كان أهم الدول الشرسة جدا في المنافسة إيه؟ ماليزيا نفسها اللي هي صاحبة الأرض يعني. والهند. والهند طبعا عشان بتوع البرمجيات، وإيه تاني؟ والهند
وسوريا. ما شاء الله وسوريا. طيب قول لي بقى يا مارك، انتوا المسابقه بتبقى ماشيه ازاي؟ يعني انتوا بياخدوا لكم بيدوكوا مسائل حسابيه تحلوها وانتوا بقى الاشطر والاسرع، ولا التصفيات بتبقى تدرج في الصعوبه، ولا ايه؟ وازاي بتستعد لها؟ يعني في تدريب ازاي وانت خلاص في الماسترز مش بتاخد ليفلز بعد كده؟ الورلد كاب اصلا غير الانترناشونال، الورلد كاب بيبقى فريق مثلا زي لعيبه الكوره كده منتخب. فالفريق ده بيبقى ليه كده حاجه احنا بنسميها الشتات، شيت كده كبير، ورقه كبيره. اول حاجه بنبتدي بها بالابيكس، عشان الابيكس ده بيبقى صعب جدا. طب. فبناخد فيه الابيكس وبتبقى المسائل، وبنوصل للسكور روت اللي هو الجذر، وبيبقى المالتبلاي والديفايد بالبوينت، والمسائل البلس والماينس بتبقى بالمليارات وتعد. طب وعلى كده المسابقه دي او اليو سي ماث يعني بيخلي الواحد متخصص بعد كده مثلا في علوم زي البرمجه، زي ايه؟ يعني بيساعد في ايه؟ هو اليو سي ماث ده اصلا بابا مفكر لي فيه عشان ادخل بعدين البرمجه، عشان البرمجه محتاجه حسابيات كثيره كده يعني. حلو قوي. الاغلب يا مارك بيبقوا مركزين انهم يستخدموا الاله الحاسبه او الكالكوليتر، يستخدموا الحاجات بتاعه الكمبيوتر. انت فكره ان انت تركز على انك تفضل تشغل مخك طول الوقت، اعتقد دي ما كانتش من عندك الفكره، اعتقد انها كانت من عند باباك او مامتك، مش كده ولا ايه؟ كانت من عند بابايا الفكره دي. كان اصلا زمان كانوا بيوروني صور الناس بتتكرم على العالم، انا بابا كنت بقول له انا عايز اشترك زي دي، وهو اشترك له والحمد لله اخذت المركز الاول. طيب انا عايزه اعرف بقى قعدت قد ايه لغايه ما وصلت للليفل بتاع الماستر؟ يعني انا عارفه انها كورسات بتبقى فتره طويله. اربع سنين بتشتغل على القصه دي. واضح ان كان في يعني جهد كبير. احنا بنشكر اولا محافظه بني سويف ومدارسها ان هي قدرت تطلع فريق زيك بينافس عالميا على المركز ده، وبنشكرك يا مارك، وبنشكر اهلك اللي هم اهتموا بحاجه زي كده، وبننتظر اننا نشوف يعني ايه نوابغ كده في البرمجه ومصر يبقى فيها مبرمجين عالميين زي ما بنشوف في الهند وفي دول تانية. بنشكرك مارك نادر الفائز بالمركز الاول عالميا في مسابقه الحساب الذهني او اليو سي ماث في ماليزيا.